يا سعادة البيه، يا سعادة البيه، أنا ماليش دخل في الموضوع ده أبدا. اسمك بالكامل ومهنتك. أنا فاهم القليوب، أشرف مدير جمعية تعاونية في وزارة التموين. هتلعب من ورايا أنت يا بيومي؟ فكلم المديرين اللي بينضحك عليهم؟ لأ، فتح عليك كويس قوي يا عيني على اللي خلفوك. هو حصل إيه بس يا أستاذ فهمي؟ طنف البام يخس 16 كيلو مرة واحدة. ليه؟ راحوا فين؟ لبسوا طاقية لفة وخرجوا من الجمعية؟ يا عيني على ربوك. ما أنت عارف صنف الخضار كله بيخس ميته. لا يا شيخ، ثوم البام يتخس 16 كيلو مرة واحدة يا ابن الحرامية؟ ما لما تتأمى هتخس قد إيه؟ والله ما تحلفش، الله ياخدك. اجري يا اخويا دليل توديها في داهية. ربنا يستر، هحاول اسويها. تعالى هنا، ما انا عارف يا اخويا انك هتسويها. اسمع، بعد ما اسويها بقى ابعت بيت 2 3 كيلو من عينيا. يا عيني علي. علي ايه؟ علي اسمعوك. الله، ايه الهيصه دي؟ لازم عربيه الفراخ وصلت. اه طيب، يلا يا اخويا روح استلمها. يلا يا جماعه في الصف، يلا يلا. وسننها رايح نقرب يا بيض. الو، اهلا يا صباح الفل يا ست الكل. طلباتك؟ ايوه يا فهمي. بقول لك ايه، انا عامله حفله النهارده وعازمه ناس كتير قوي مهمين. طلباتك يا ست هاني؟ الفراخ من هنا والرز من هنا والصابون من هنا. يلا طويل، يلا يلا مش. وعايزه سجاير، ما تنساش السجاير ابدا يا فهم. كنت ومارلبورو. عينيا ابعت لي. والفرنساوي مهم قوي. حاضر يعني. وفرنساوي كمان. فرنساوي؟ اه، ابعت لي الكميه اللي عندك. امرك استهانه. ما تنساش ورق التواليت. بقول لك ايه، احجز لي كميه فراخ. قد ايه؟ 50 فرخه كويس؟ 100 يكونوا احسن. طب سيبيني انا اطلب لك كل حاجه بنفسي. انا عارف طلباتك كويس. يا عالم النظام، يا سيادنا النظام، اتعلموا النظام بقى.